أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، إنك أنت السميع العليم. احنا كجرنا كتاب كي عمدة الأحكام شيخ وحو بلابيا كتاب عصب أو كتاب الصيام سيادة لسعوتان صونكا صونكا وحو كمدي هاي أركان الإسلام كأو إلهي سبحانه وتعالى نوء الدون صدي وبني الإسلام على قمص شنتمر كلا شيئا وحاو جرى أن رغني كمدي صوم رمضان وأنا قفك صوب بالغة وعاقلة أي قوة يجيب صومك ومسلمة وأن حانو صنين ذاتك حانو صن إلهي سبحانه وتعالى عذر دارو سي ذاتك سفر كوجر عذر دارو سي وهذا دين تار رحمة يدوى إلهي سبحانه وتعالى آيذا صومك مركو هدل وحكو هدل يا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلهي وحولي دين تان وحوني روا إنو اللي ربا ماها صوم كان أنا كريم نلقون فرضي لنا وما ماذا هنا جهري أي لقون فرضي يعني وإله سبحانه وتعالى القرآن كان نقول شيء كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سيدات كهري لقون فرضي يعني إني كني لقون فرضي لكن أيام المعدودات وما المير بل علد أما حكمة أن نقول شيء جاي ونلقوا واجب إله إنه شيء جاي صوم كحياته لعلكم تتقون صوم كح كلامه تقول إلهي إنه نزي هذه كريه لو قلت لك أما صون صنها أهاد أم ها أهاد صون أم ها أهاد صون وحاء إن فردها أهاد مركز الأسقى تقول في زايدية وعبادة إلهي سبحانه وتعالى وإسكا قارية الأسقى إنه أبالك يدو قدايو كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به عمل كسد إمدان ذو كحو يري أسقى أسكال إلا صون كما هاني أنا أسكاله يري أنا أبال مرنايو وذلك علماء مركي حديث كاس فسرايين أي وحي يرهين عماشنا إلها أسكال صوم كاس أسكال صلاة أس أسكال زكاة أس أسكال عبادنا إلها أسكال نحو صوم كسكو قاسي يلي وحال الجيدة يكوف السنة دور معنى يكوف السنة وحكميد معناها وفي عن ابن آدنك عمل كستقول له هذا أس أسكال هو أسكو فرنك له وبريه هدو غف أفلق أدي حسنات كيسا لغي قاضة سيدو حديث مفلس كنو شيء نبع عليه الصلاة والسلام أتذكرون من المفلس مكيلير وحول من ليس له درهم ولا دينار مكيل أصحاب تراهين لا عقل هاوي حول المفلس من أمتي وحوان حسنات بدن بورها ليم لكن حولني كانوا ظلمي كانوا قاد تتكا ظلمي سي قيامة سيلا قاد قادة حوى حسنات قاد قادة صلاة هذا لقادة صدقة هذا لقادة وحي وناك أسميس أذكارتي أسر آخر جرتي قرآن كاد وعدن حسنات كها وفق قيامها النبي عليه الصلاة والسلام حول والقمان حولني كان ظلمي ولي حسنات في سرق قال لا قف قاضي مسرع سينيا يعني. إلا النبي عليه الصلاة والسلام وشيء مركز من مركي حسنات لا قدم ما يستو وقدم ما أنا حسناتك وأدوك أنت سلك سود دلالة وقرآن أقرأ سيد وصدق أهد وأحكس أهد أيوه حل لي هاي نيك الإيمان أي وده أنا جم ذنبي وقال وهي أفل جاتي وحبي وسبي مركز أسرع أنا وحل لي هاي محلق السماء ما يحل لي نيك قف أو قال هلا سوق هذا أسرع سيئات كنيك قال حمانتك عدني كاسني كان لو كذا لا عادل وقيامة مركز صفاي يروح في النار نار تقول إنك أنت عبادة بطناء النار وقال محادة حسنات كده محادة أفكان وكفر دنا ده قبيل وعينة ومضن قبيل دن ونين شيخ كجرونين وانا كجر قبيل وعينة إن قف كنا وحال ربا نك استدين بيجي سلوق هذا هبل وحمانا قبل هذا وحمانا إن رجل إنه حمانا مركو حشيد أيو رك وحمه إنه ليه رك دمر كمان ورثا الناس كوجا معي ما قف قصت ندم بيجي إنه وشيء على طبعا هذيك الولد قاضنا حسنات مرك ماشي هسوي حكوا جو سالي الحديث كاس صونك وحديث الملقا قاضنا صونك عبادة صونك إلهي يقول أنا أسكال كاس أدون كي ميز كفرنا معناه في إنه لي وأنا أجزي به ولذلك صونك ساس وفي عيني أنا صونك صونك بس فرضي صنوينك وحكيت كوي وقف كقارن اسم الله بعير أنا أبى المرنك نعم إن صانكو حليه هي طبعا أحكانه اللي هي إن ذاتك يقرن أيام وحال رسومة يا وحال رسومة يا مددة إن طلوع الفجر صادق مركو صبحه إلى لي إلى قروب الشمس قرحنا مكيد عبد أنت صفك كم سومة كر عمري عبيد كر اللي كم سومة وحال رسومة وحكة صبح معنا نفتا للليلين يا محايا حكمة اللوس وما يحيد لعلكم تتقون ايه هذا
marka dhor jeerna waa ka muhaadaro waa ka jeedinay soonka iyo axkaamtiisa marka sheekha wuxuu marka asagoo marka hadda baabka kitaabu salaasiya markuu yiri wuxuu ugu wada galay masalooyinka khilaafka keena ugu wada galay oo dadka inta badan isku khilaafaan waa masala muhiim ah oo ah bisha soonka maxaa lagu soomaa oo see aragti ku soomaa soomaa xadiiskana sheegay soonka oo noo imaan doono sheekh wuxuu ka hadlay marka horta kuwa xadiiska maxduuraadka ka bilaabay soonkaas maadaama nafti ay soomaysan sagaal iyo labaatan maalmood ama soddon maalmood waxaa la doonayaa dadka sunnada soomi jiroog sunnadan ka hadlaya qalla maaha ninka qalla lagu leeyahay intaa soonka gelin xataa idoo biri soomi maanta waa soomi karaa ninka qallada imbala waajib saaran wey soonka kale ku dhalan laakiin ama ninkii nadar galay kaas waajiba saaran laakiin soonka sunnada ah dadka isniinta soomi jiray khamiisa soomi jiray kuwaasoo kale laga hadlayaa haddii maanta marka ay beri camal jimco camal soonka bilaabanaya sabti khamiis ma soomaa qofkaas ama jimco soonka bilaabana khamiisna soomi jiri jacaadi waa jira khamiistaas ma soomaya maya ma soomaya qofkaas sunnadaas baa ka taga xadiiskana cadaynaya marka waxyaabahaas oo sheekha taabta kama hadlin soonka maxaa jibi iyo maxaa fiqiga lagu tagaya taas laakiin asaga axaadiis alaxkaamka saanu ku sheegaya kaliya wuxuu leeyahay marka عن أبي هريرة حديث كوبادو شيخ كبلاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه حديث كأبي هريرة سوري رضي الله عنه وعلي النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا هكهر مريننا رمضان كهر مريننا بصوم صوم هكهر مريننا soon kale oo sunna ah ama macnaha ka hormarina yoomin oo maalin ka horeysa oo yoomin ama laba maalin ka horeysa oo soo sunnaha ka hormarina ilaa rajulan qof uu hadlo qof uu yiri kaana yasuumu sooman soon soomi jiray fal yasuumu qofkaas ha sooma walidalika xadiiska marka hore wuxuu rad ku yahay shiicada oo ayaga dha qaba in soonka laga hormariyo maalmo kale biri xataa ida soon maanta isku soomi kartaa qaba xadiiskaana wuxuu cadaynayaa sidoo kale soonka muctaadka ah idaa waafaqa alcaada fihi qabla ramadaan biyom iyo beyn anuu yujuus soomuhu nacam soonka sunnada ah dadka laasimi jiray oo khamiista soomi jiray hadda xadiiskan wuxuu cadaynayaa inuu soomo soonkaas caadada ma dhaafaayo sunna ha ahaado ama nadar ha ahaado ama qalla ahaado waa soomaa hadda xataa soonka beri yahay oo maanta khamiista kusoo aad si adaa aan sheegay waa la soomi karaa wli xadiiska maxaa yeele soonka ninka muctaad u ahay nin caadiistay oo weligiis aan baajinno aha laakiin ninka marmar iska soo ma jir maya kaas ma ah kaas kuma jiro kaas waa ka hadaa ka hadalna sidoo kale xadiiskan wuxuu u yahay karaahiy inay tahay inaad soon aad caado ku ahayn inaad iska suuntid ramadaanku waa laba biri ka dhiman tahay inaad suuntid lama ogola way jiraan fuqahada bacd culamaa yiraahayn shan iyo tobanka wixii ka dambeeya qofka inuu sunno soomo fiican maxaa yeele nafta xaqeeda ilaaliyeen iyga nafta xaqeeda ilaaliyen laakiin wax karaahiy ma aha markii jaanibkaas uu khaarijiga la fiiri nafta nafta maxaa uroon maadaama ay bil dhan soo soomi doonto in maalmaha hore in nasataa uroon saas daraaddeed waxay kuleyin shan iyo tobanka wixii ka dambeeya soonka lama soomayo bacda shaaficiyiin iyo fuqahada waa qabaan laakiin waa la soomi karaa nasku wuxuu ku xadidan yahay laba maalmood ka hor ilaa iyo laba maalmood ka hor soonkii soomeyn ilaa qof soonkiisa joogtada ahaa jiraa weligiis aan joojin kaasoo kale waa loo fasaxay xataa inuu soomi karo iyadoo hal maalin ama laba maalin ramadaan ka dhimanyahay nacam masaladaasoo sheega cadeeyey marka masalada kale waa tan oo khilaafka weyn ka taagan yahay tan khilaafka ma taagna weyn laakiin ta khilaafka taagan tahay soonka soon la dhahay sacuudiya laga arkay yar ingiriis ma suumayaan soomaaliya laga arkay yar ingiriis ma suumayaan masaladaas ayuu sheekha u taabtay xadiiskeedii xadiiska cabdullahi ibnu cumar an cabdullahi ibnu cumar radi allahu canhuma qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yaquulu idaa ra'aytumuuhu fasuumuu wa idaa ra'aytumuuhu faftiruu fa in ghumma calaykum faqdiruu lahu xadiiskan wuxuu leyay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska cabdullahi ibn cumar alla karaa naqdee wuxuu leyay samictu waxaan maqlay rasuula allahi sal allahu calayhi wasalam nabiga nabadgena xiriis korkiisa ahatee
يقول صدها يو إذا رأيتموه هتال أركتان بشا فصوموا صوم بشا دال أركتان وإذا رأيتموه هتال أركتان بشا شوالنه معناها فصو بش رمصون فصوموا وإذا رأيتموه بشا شوال هتال أركتان فافطروا أفرا فإن غم عليكم هذون قد بولمو أو بشا أرك ويسان أما رمضان كتي هيد أما تي شوال كهيد عيد يداد ويسان فاقدروا له قدرة ما يشاء سوى مركب أسكوها فاقدروا له حديث كلا جرى وقال له النبي عليه الصلاة والسلام وكم فصر آيو وقال له صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته في إن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30 وكما قال صلى الله عليه وسلم مثل كلا جرى له أركتك صوم أركتك أفرا هدي لكن وحني قد دبولو وحني قد دبولو هذان عاتها هذا ضرورها هذا وحرتها هذا مركز صدنك كاملة صدنك شعبان كاملة سيا وصنتان صدنك رمضان كاملة سيا شوال وعيدان تاسو معناه حديث كان مركو عدينا يا رؤية إن لو حري حكمك إن لو حري إن 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 حكمك والرؤية إن لو إن لو علي لو حري لو 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 حري أركتي لو حري ماشي اختلاف علماء الخدعي حديث كان قتاب كان وصومه رؤيته قتاب كان موجه أمضه كيه لكن أمض اسكم وحماها مركا في إن غم عليكم ذا أيام إيرا ياسا لويني لبلاري وحدو أني قرصو مالير محالي قرصو ناكرو سوات قرصون تمحيتها سوات غم ودعي كرو سوات غم ودعي كرو عيتها إن مقالة ذا إكلفكته مقالة لا أركي مقالة كان لا أركي هذه وكا قرصونتي مرك قرصنات ما عريام اللي هديك دبوش ماها أما عريام ما قال هذا جوكتو ما كد ضروري ما قال لك العريام ما كد دبورين وأركين وصومين هذه لك عريام أيا كاد دبوش حلو يري دمستر صدمك هل كاس محد عامر حلو واحد عامر كاس مجالة كستو إني رؤية الجار وهات معايا لي في إن قم عليكم تذكر وحفيرنا يان سوموا لرؤيتي وقتاب كسي موجه كويهي كتابك في موجه كويه المؤمنين طبعا خلاف كما تجني ما قال هب لا دلق أركو لا أركو لكن كتابك في غم عليكم يكون وجه موجه كويه أصلا وما ظن إنه كويه أصلا مرك أنا غم هذا إيجا قد عدنا عيجا كذا إسلام نبي وحوي بني وحوي فقدروا له قدرت إني خياس تمر مرك حوالي يا بدول إني أركتي إيه أركتو صمتي أنا ين الدبال عاد إيجا كوري أما أنك فوق هاي أسكارسين إجرين سيدي حديث كروكان حديث كان إمام دون عبد الله بن عباس وقت يسحب هذا العذاب شام إني مال عيدة سدي أركان كوان جمعة أركان مركو حديث دين ده مركو حلال ده هاي وحلال لي مقاصد أساسية نعم وهو نقصان تاي ومضى إني هل مال إسود الصوت ومضى المسلمين تو مشرقي مخر ماشي جوكتو إني هل مال إسود الصوت ونقصان تاي أو أهل ما نزل عيد لكن واقع هان ما دعي كرتاه وسواش بخاف ما دعي كرت بحاجة الاختلاف المطالع عيني بحاجة إسخ صلاة مني صانكو حكوا أوليسن صلاة صلاة أوليسن قبل ذي إذا مكان ومكان كسل وذي سنة لكن زمن كوا حي وقت جاء وقت جوا إسخ خلاف سنة أنا هاد ما أنا لنا كوجرنا إنجليز وتدعي عبو أطح تدعي ويلو ولا للمالن مالن أحد ويلو قارب أنا أحد أكو جرنا ده أحد كسيب بحاجة سنين وسيد تحت مركو حسن حسوا كلام مركو في غم عليكم يسوع كليسا فقدروا له نص يا أستا يا الله ما لنا تذكر النص يا أستا فقدروا له ألو قدروا نص كسي كل جيل ولذلك علماء ده فقه هذا غير العصيم مرة كعبد حي كل إيه اختلاف المطاعر ده كهدي وقت وده كلا دوي هاي سو وقت إذا سلا ده كلا دوي هين قرحة وقت وده عضو قرحة وصاب بعض ده كلا دوي هين ننكس المجاليس وقصوله ودين وسالنت لكن مشكلة أنا قلنا هاي زت المسلمين دانا نحاول ننكست مقالو جو قالك خلبي جيت مقالك لو كحرية والناس دين ساس ما دين تحيل لنا سا ننك مقالو كل جو قالك حق بدن ننك كلو كادر ولا الكاجا كادر كم كل دوا حق بدن حق جيران سو مجر سام جيران سو محبل ضدك كله نعم ننك حق جار وبلد أسود كنتين ولذلك بلد كاسينا إلى لنا إن أساسهم أكم هو يمسن إنا هبل الراعي كو هبل الراعي دولة هبل الراعي إنا الدينة وحكونا أكسن مقالة هذا ما لقى الصوم هذا الصوم
وان كي قال ان قاضو دينتو الهي وكوب ان يفقدر له واك قرصونتي واحد مساله ده مهمه لكن مرك اديك ارتي اني سعودي كو خيرن اد مساله كو خيرن تهيب الصومالي كو خيرن هيب الشيخ كينجو كو خيرن هيب الشيخ كلو كندا جو كو خيرن مشكله وامدي تهورينا كو دعيس مساله اسوا مهم مرك ان مركز ان لو دالو هدي وحدده وين لو ان لها المد يار او ددك اس جوغا اس عيدان سي على الاقل ما دام خاصه انا قدتك ان او دد اجانب لدغن وحدده او باهن نحي مو باهن اني انا سعودي كو خيرتو او مو باهن انا صومالي كو خيرتو مو باهن كوانا الى لما حدعت قال هذا وحي ليده مسلمين تنكر عيدي سمحتها انا مرك رساله حن بارسنا يقو فرضيه لي سبا دتك ان يورب جو امريكا جو ان 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 هبل سعودي ان في فيرين هاي نسك وفضفاض نسك واسع وي يريد الله بكم اليسر ولا صعود ما صوم كدم صافو ولا يريد بكم العسر مرك معقده كدغنو حدين هبل صوم اني ما صومين هبل افر وافرين حدين مقاله هذا ويد علماء جوقته وان كي غاران قاد مقاله حكو خير مقاله كل شيخ ودف ادم لا سعودي ادم سعودي dad waa wax arkay beesha suuud magaalada makkah madina barakeysan ee dadka jooga ma barakeysan waxa sheegan dadkan iga wax sheegay waa ilaan kaabada ma hadlooyso wala madina hadlin dad hadlay dadkan ma barakeysan makkah ka barakeysan arkay duu ina tiraahid suuudiga balag arkay ma suuudiga waxa lagu khilaaf karnaa jir makkah waa arin makkah qiblada ninka meel kale u jeesa karmala ninka kasto meel kasto makhshar joog waxaithu ma kuntum fawal waakumat shatru wa anotal amra nalsi ila la meel ka saajubtin hak kaabada loo jeeso marka dadka kaabada jeesigeed waxa ku qaldan bisha la arkay bisha kaabada ma arkin dad arkay bisha wax barakeysa kaabada wa misalada marka kasoo baxo walaal ka fuqahaa in misalada si fiican inoo dhigeen qeyr Allah si aadi aadi inoo gudadaaleen waxa inoo gudadaaleen waxa inoo ikhtilaaf al mataali wa bannaanta marka yaa al qasb dadka yaa la dhibin adiga hay qasb aniga hay dhin ان سوماليا لغا سوماليا لغا عييده ما هو عييده سايدين ان مو قداه سوماليا بخي عييده مو قداه سوماليا دي وخه ارغتا ايدي اخا نص وشيغه سومولي ريتو وخي اركن لكن اني خطاب كيغي خطاب كر هورو يا لا سو قبلنا لقبت في ان قم عليكم وابي قر سوماني خطاب كاس موجه وصومدكم ما قال لك استمر في ان قم ماشي علماء كسو صارتين اختلاف المطالع اني بنانته نص حديثك انا هورك قادت ادي او قدال كتكت دبكيده لا مسألك مسألك لك صباح ما شاء ودن لاسكو غلاف مسألك الوحيدة هاي أركتي لي مية مسؤول حسابا كرا حساب الوسومة هاي هادنا كصباح فعلماء هادن فقد رود له وحكسو قاتين حساب إنه قاد كرا قارن الحين حديث كان فقد له حفصر حديث كان فقد له عدة شعبان 30 لفصره وأصل الصلاة عسين قارن الحين فقد له إيتال أنا قدر قدر كمرك حوي آلة استعمالة حساب استعمالة aragtii isticmaala makr wafkan geedka indhaha lagu arko hada dowladda Saudi iyo wallahi bisha walaal arkayo aragtii caadi ma aha kala wad waxa lagu fiiriya geed weynaysa lagu fiirnaa aalada kamid tahay kaasirtii xisaab ku socda cadaasadka inta kilometer laga arkayo sentimeterka soo dhaweynay asna fi xisaabka falad xisaab ma ka baxsan marka faqdiru lahu idina fatfa wa weyn taamar xisaabtu waa banaan tahay culimada qabto xisaabta walaalinka culimada hor waa diidi jireen xisaab حديث النبي عليه الصلاه والسلام يسود المسجد انه قوم امين انه لا نكتب لا نحسب ولا نحسب لكن مشكله تطلعت هاي علمي او فرق واي هور وهو هجر علمي او منجم وهجر علم تنجيم اللي جرى وعواي خرافات وشيء جرى معناه تخمين وقدسنا وقدسنا حاسه دائما حكى دعان حديقه سوقه استاغ وحاسه دعاه وحا وحد عاي لما هو وعلم خرافات تخمين قدسنا لكن علم الفلك هات خرافات ما عالم هذا علم خرافات ما علم حساب واي لابا لابا قدر أفر وي لابا لابا قد أفر أفر وي أفر أفر قد أفر لحي تمو وي نين ديه كرمالا أفر أفر قد أفر تمو وي نين ديه كرمالا حسابي كتني مركا حسابي ولا يقول موشي يقول رحمد الله كي كوشي يقول ليه شمسا كذب قول رحمد الله عدد عدم حدا حسابي يسكد أفتين انت سعود إلى قرآن والشمس تجري يلير مو واسع تالير وحالا حسابي انت يسعون كرتو وحالا حسابي للك وريقي سالي حسابي وحالا وقال مركي يسبح قلايين مدوبات قد علمي على وكينا قرآن كان علمي مديدنا إنه سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم مركا وصيلة واي آلذ أما حلم الفلك عبادة ما هنا ووصيلة عبادة اللي قلت لك الوسائل كان حكم القايات يا قاتان أنا قد يدان قاري مساجد كتبو يهدان لو كتبو وصيلة استعمالة القرآن كان أوكيالك أخريو يهدان كليس أخريو أوكيالك وصيلة ويوينين آياتي قرآن كو يوينين وحلا يبعين القرآن كدالين
لكن أوكي يلا أنا راعي حانوناي مرك وسيلة نقطة وسيلة مرك حكم كحوي بنات يعني مرك تاسع علوم قاتم حجرين علم فلك علم الدقيق واي علم وحساب تيزكو أنت هواي كاسا كفي عن أركتدا ولقل ذكر وقفا وحن بالأهل بالأركي كروان بعدين باركيس بالأملي المفرق هو مرك قد عيون نقضي أبا حالة وكسو قدبي حالة دي قرافات تخمين كي ملاد قد إسناع هذي حيد دي كاساس العكان ولا وكسو قدبي علم الفلك كاس ما هذا كاس وكم نودي الإسلام وليري وار أركتيدي نان يروح انتاد بين قرافات أقل اللي هيدين كاس وكا الحساب وقلت حساب تدو حيابها أنك أدو فإذا سنم حتى دفكي مدينة حساب ومضي مدينة هذا أنا مقصد كلي كنت وآه ومضي إني هالمال سنسونت ومقصد الشريعة مقصد شريعة أي كنت ومضي المحيا لي ننكس وأركي ما أركني وأركي هبل أركي مقال خرافات كابات أسر كبنت وابات منفاق يا باتي حتى ذاتك سيلو آمن لها يا أسكارك نينا وحال يا باب إنه إذا ذاتك نسكسو ميرب وكتابك إنه أسكارك دعراه والهلات ذات بظنه جاسوك دعران وابوحان هاتو عارف محكمة دي بوحان مركا أمن أساءها بحسابتها بآمين إن ما أنت وعبادة هذا وحاك لو حالة ميدة إن 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 سلاتها تقبلت مركات مقالة تكتي ميل دورة جوك تقبلت ماشي كحكتي وقرويس بوصل أسلمالة جيت كان وصلاتها ومقبلت كل شيء جيهيا إيه حسابك صعدة ما بقول أنت في وحاجة إيه ما كنت تذكر كيف تقول سلاتها كنت تسمع شو تقولي محكو محكو تقول تاني سلاتها محكو آمنت محكو آمنت حساب عدك لك وش أكتملا هذا إنه حل ديش جيدي حساب هو ترتين كحاجة شو كنت جرى اللي يجرب ضد الجو وهذا حساب هو سلات دينا حسابك آمنة ولكن أنا تسونك أبوخ كده لسيد إما تحرك إيو تيد هذا اللي يرين ومدن هاس دقالان نسك ظاهر كيسان قادنا أنيقا وقاد مش مالك كلا المقاسيد هاك استعماشا انت لك مقاسيد وديدي سمات حذيك الوديدي مالك كلا المقاسيد هاك استعماشا دي الفضوين كلا رهدي قاركو ضدك ديدا وحلا يقول مقاسيد قادنا على الأركا إلا سونك وقل لقيه لك ما أقاسه إلا هاك نعم أسأل السلام تنعف مسأل هذا إذن واقع الله شيخ حديث كان وفاية من قولي النبي عليه السلام إذا رأيتموه دا الأركتان بشي صوم فصوموا صوما وإذا رأيتموه دا الأركتان بشي شوال فافطروا فطرة فإن غم عليكم ماشي سوا ماشي أنت شرح كبحنا يعني فإن غم عليكم هذا نيجي قصون قصون زي نحن كرتا ضرور لي إذا كهر ديجري لك هذا مسافة كلير مطالع يعني واحد من غم يسوق الإنسان هاي أنا غم قدع هذا من غم كذا دعين هذا وسومي أنا وسومي وابنا تاريخ ولذلك حتى ابن دقيق العيد مركو كهلا عليها دي حسابته أين قتولية هاي ولذلك حتى مجمع الفقه الأوروبي يعني مجمع يوم ما جامع عليه حتى فقه أو مكة كله وأنك لجاري وحوها عليه هدي حساب تأتيره وعليه إثبات كي نفي على كان صار إثبات النفي مع الله عليه هدي حساب تأتيره بش أنا يعني قال عا ولا ما أركي كره معي الحساب وقصعة ولا يقانا وقتي لن كفت ولا يقانا ولا جديد ولا يقانا عا ولا ما أركي كره لا ما قال لا سلاك أركي كريم ولا أدونك ماشي سلاك أركي كريم هدي تراه هدو نمي ما دو يلا بش أنا أعرف اللي جمي يلا وحاله هرمرنا نفيجة إن 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 أو حاجة حديثة حساب تأي تراه ولا أركي كرا لكن قف أي أركن عاود بش ولا أركي كرا ما قال لا سلاك أركي كرا يتر مثل لندن على أركي كرا يتر لندن عريا ما خرس ملسو ما يجي من بس أيضاً ملسوما يحرر وخويه حديث كحري إن لا أركو هذا لا أركن حساب كلا جاي لا أركت لا جميلة لكن واحد أيضاً لجيل حساب تو تري لما أركي كارو إنه يرانين أنا أركل جميلة أس تاسو معناه وجمع وين هو مهم وعلم بنت اجتهادوا أدو في عن عن تحال إثبات حال نفي إن كاسن بدنا هذا الوقت ما لكن المشكلة معناتها الدولة حساب تو تري ما أركي كارو أنا كي يجوا عليه بحاله وأركي بشي أنا أركب سألوا يلا كاس ما ليه نكر هالقف وقطعية قول كيس ظني واس كنا قطعية حسابته قطعي نقطع نعم ولذلك ديارة نكاس وحساب تديدة ديارة وراعة ديارة حساب يقص عضان كالكلوت حتى بابورتي على كان وحكوشي جا وحق عشان إسا إن توم توم كي وحق عشان إسا نيفيكيشن كي عشان إسا وحكولي ساعات سبورك بس كتجي وأنا تجي ساعات ديارنا يسوي كسر على مرك حسابته هاتوا الحين قد خدعي وإلا ديارنا سقول عليه لاي وحل لي لاي قالوا كأدون قد قدم هذه حساب تقاي قلدم نعم ما حنكون كان بنان وحيال واي
wax qarsoon qayb ma aha wax haddii qayb yihi waa la gartay waa la yaaba qayb uu nisbi inay ahaayeen dadkii hore inay aqaan dadka hore markaa fiirisid kutubada hor badda iyo xugu dhijin lama geli karo jinniya degan hadda badda waa kaas waa la dhex degan yahay maraakiibtaasa socoto badda hooseeda dad dhex degan yihiin markab quusa iska degan hoos dada hoos badda hoosteeda degan waxaas baabuurta badda hoosteeda marohayso london oo aragtay tunnelka marka qofku wax qayb ka ah aya qof kale qayb ka ahayn hadda ani gurigayga dadkii la joogo idinka qayb uniga anaga ka qayb igama waa aqaanaa ma qof ay la joogto adiga guri kulu cid kulu joogto ma aqaana ana qayb ugu yahay laakiin adiga waa taqaanaa waa ogtahay qayb ka ma marka qaybka nisbiga ah iyo kan mudlaqa dadka inay kala saaraan waa muhiim mar nacam marka bishan qayb ma ah waa wax banaanka yaal waay qoraxda iyo bisha kawaakib waa ilaahay qur-aanka sheegi waay waa soconaysaa waa la arkaa bisha korkeedaa la maray dhulka waa la arkay kurna weyn inuu yahay wax la arkaay wey wax dadka hore inay qayb ku xisaabi jireen laga yaabaa laakiin hadda qayb ahayn maxaa qaybka wuxuu kala yahay midka oo mudlaqa ilaaha ogsoon waa cilmaha caloosha ku jiro kala weyn ilmaha caloosha ku jira wiil gabar inuu yahay lama ogaan jirin ilaaha og wayaclamu maa fi larxaami ilah wuxuu leeyay ilaaha og xiraanka ku jiro oo qaybaadkii qamsa markii laga hadlaayo wayaclamu maa fi larxaam dadka hore waxay dhihi jireen uurku wuxuu ku jira iskaaga fasiri jiray mufasiriinta hore wiil inuu yahay gabar inuu yahay haddana waxaa yimid gabar warmanka ilahi waxa leeyay wiilaa wadaa say u dhici kartaa qaybmay gaalada ogyihi ma ogo qaybkaas nisbi waa ilaahay laakiin yaclamu maa fi larxaam wuxuu ogyahay gabarta intay gabar tahay raximkeeda inuu ku jirto ilaahay ogyahay gaalha sheega waa kana gabaraan wiil la aroosin wiil dhalaysa gabar dhalays ha sheega gaal laakiin ilaahay wuxuu ogyahay gabaraan wiil la aroosin inay gabar iyo wiil dhalaysa ogsoon yahay raximka kaasa raximka gabadha waxa ku jiro ogsoon yahay laakiin anaga waxaan u qaadanay mufasiriinta uurka caloosha wuxuu ku jiro cid og ma laha markay uurkay naqato uurka markay naqato qayb waa ka baxday cunug caloosha waa isaga buuratay waxaa gadaasheeda ku jiro aaladii lagu fiiriyey waa la arkay wixii qayb ma aha bacteria ku jirta calooshaada la arkay wadnahaaga inta wax laga saara intanu wadna kaaga jiro la arkay qayb ma aha marka dadka qaybka nisbiga ee ka mudlaqa kala saari laayihiin taasaa keentay inu dhahaan waxaan waa xadiis lama khilaafi karo qayb waay ma ogaan karo ma la ogaan karo maaha saas maaha masalada qaybka in lakala qaado waa qaybka ilaahay subxana watacala kiibis mid la mid maala ilaahay subxana watacala maxaa nin gabar markay uur yeelatay calooshaan bakerigan wax qori lagu dhex riday wax lagu dhex riday haddaad ogaatid qayba ogaatay maaha maxay wixiba ku jiraan waaqi ahaan ugu jiraan laakiin waxaa qayb ah iyadoo aan la aroosin raximkeeda inta wiil ku jirto inta gabar ku jirta la ogaado cirha gaalha ogaado ma ogaan karo taas wayaclamu maa fi larxaam marka qur-aanka cilmigana mase diidayaan markasta dhibkeeda laakiin tafaasiir kale iska jirto oo khilaafka keenaysa nacam idan faqturuu lahu waa kaas xisaabka meeshaasi ka timi saan sheegnay waa la xisaab waa la qaadi karaa oo cilmigii ay ilaahay tatawuriyey nacam sheekha markuu masaladaas ka baxay walidaalik wuxuu ku leeyahay sheekha halkaanu ka sheegay wuxuu leeyahay xadiidkii ibni cabaas uu yidhi laa nazaalu nasuumu ninkii yidhi shaam ugu yimid uu yidhi annaga waqtigaasaan soonnay jimcaa soonnay iyona bishi arkin reer madiina wuxuu ku yidhi laa nazaalu nasuumu xataa nakmil 30 aw naraahu hakada amarana rasuulla sl saasuun amruu nabigu aleyh isalatu wasalam anaga naska daahirkiisa u qaatay walidaalika khilaaf mu yaal meeshaan ninka xataa naska daahirkiisa qaato annaga mala khilaafsani laakiin mushkiladu waxa waaye qoladii naskii dahirkiisa qaadataa waxay leedahay qolada kale xisaabta qaadatay la dagaale maxaa aan ilsoomayso lagu haasta dadka maxaa ilsoomayso xaqmune nas aa jira waa banaanta inaan kaa furto anig fiinquma calaykum aa haasta anig hadaa dhinacaaga wax ka aragta marka hadafka aan leeha waxay tahay war khilaafka hala yaalay in les khilaafo les jiid hala yaalay intaas haddaan midna ma waayno waxdaa waayno yaa les eedaynin nasuus diintiina waa waasic weye waa raxmo weye meeshooda ku soomaan annagana maalinta xigtaa soomeyna hadda waa ka dhacday ingiriis sabdi iyo ciideen soomaali iyo kenya iyo annagana axadaa ciidnay yaa wax khasaaray annaga soddonaa dhammaystirana ayna sagaal iyo soomeyn laba ajirkaas maalinkaas ilaahay waanu siiyay anaga ilaahay noo qoray inaan maalin dheeraad aan soonno waa fiican tahay ajir inaan ku helna maahna wax nagama naaqus maayo inaan ajir badan ku helna maahna wax ma naga naaqus maayo nacam عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصحروا فإن في سحور بركة مثلا مثلا كلو قال شيخ قال صونك وحال ربا ويري نبو عليه سينا سحورت تطبضنا سحورت كتك تطبضنا برس إني سحورت كتك نقفانا إذا أنا ولا حال ما سحور ما صومنا هبينك مو بسحورت كله وصومة ور بركة كتكتك نبو عليه عليه السلام سنة حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصحروا والسحورت محايا لي فإن في السحور بركة علاد ديدو شيغالكان علوي
سحورت وحاخد جبت البركة علماء تطبيق قريب بركة ذا سمحيتها معناها نعم. ولذلك في دليل بحيوتها استحباب السحور صنع إنها تعي نبي وقير قلنا لجعليها مرك عليه الصلاة والسلام ولي ورصوم سحورتنا سحورتنا مرك معها ذات الحاجة الكاسري قبل ذلها بينك وحون كرناجر على شبوح اللي هم لهين مش قريب تحاول نصوص مرك ظاهر كل ذا اللي يحيو وصنعك استصور وفسر تدبي لا حيوانين نحو كل هذا سحورت وجرنا يعني صوم كابينك السبحة بينك وريا كويل عنا على شكبوحي درك يا كويل سحورت حبة تمر أنا كرت ضلاس عانا أنا كر جلاس بيا أنا كر سحور لا مكلي هكذا وقعت إن هتوس سحورت إن دك أكسيز على وش أبو حزد معقول أنا كاس لا أسدلي نبي عليه الصلاة والسلام حديث كيس كم إن درك كم اللي بل على وش على ثلث الهواء ثلث وابل كل شيء نعم مركز سحورت لك هكتجد ربين ناسوك عند صلاة الفجر لا أدم جلاس عانا جلس بيعب عد تمر قوصه وحس ما وحكو أنفع عيب هذه كو أنفع عيب ما حدا بركة كجرسو النبي عليه الصلاة والسلام بركة العلماء قال قلت عيدا هين قفكاس ما ننكا صون كيس وحنقا صون سهلة عبادة صاد قرآن أخر قرآن كيس ما أقبل الله هدي وقاج ما قبلنا يسو حيب هذا نقول فسر بركة بركة كتب بركة مرك خير ومرك استبركة بركة نقول شيء خير وبركة دي صومال المعنين وانو وبركيزين دائم وأبركو من فوضي حكولي وبركيزين نعم كان غير كان كهلا يعني كي سبب سربابة هاي مكهلا نعم فإن السحور بركة للنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك أن وحليري السحور تحيا به الله حكمة مخالفة لأهل الكتاب تذكر كتب عليكم السلام كما كتب على الذين من قبلكم تذكر رسول لكم أهل الكتاب ما سحورتان سحور بما يقانان أنا قار نوتا مخالفة النبي ولذلك أنس حديث كنا نقول شيء أسألنا أن أحا نعم عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الآذان والسحور قال قدر 50 آية تأخير السحور سحور تنحافي عن إلا الدو مريو لذا أحكو لأبيك وأسكع عشية عشية دي قصومة نكس سحور توقفتي سحرت الحلقة يعني قرأت أنت صلاة الفجر تكون جلاس عن عبد تحبة البرعون أنت فضنا عون نعم حديث كان شيء أنس بن مالك زيد بن ثابت وحكولية وكسور وحكولية الله كره النقضي تسحرنا وحنا سحورنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال سحورنا ثم قام مركو أن سحورنا ككعنا قام إلى صلاة الصلاة وكعي صلاة الفجر قبل تكون الإقامة قلت وحكوير أنا صلاة زيد وحكوير كم كان بين الأذان والسحور؟ أذان كصلاة الوقدمة يسحورت محاوط حيسي أيان وويدي مركز سحور قطر 50 آية بحاول حيسي أنت كنت آية لك آخر يوم معنا واس سحورتين سحورت مركز دميين إلا لك آخر كنت آية دوت كبعد صلاة الأذان كي الأدم هذا اللي دوم الأذان كي لو يوجد وذلك رمضان كمركز مكة لجو الوصومة المدينة في عام هو ذاتك مركب ودن بيس أذانك وحدميا قلاص بيا الوديبة زمزمة عبيسة أذانك وحير كريم وحفي عك أذ في عوال وتصورت وفي عوال نعم مركب الحديث كان وحدري له يا سجن تأخير استحباب الصلاة السحوري أو استحباب تأخير السحور إن ليه استحباب تأخير السحور سحورته إن دبل لقو وحديث كان شيء يعني أو لو دوي الفجر كان دوي أو ناقص مري يعني كي كلا شقلة وعيوز كسحورنا لا بأس هسحورته لكن كان وح أجر بنا مركز فجر كودوي مركز فجر كسيد واتو وقسي في عنده سخوف نعم مركز آية داسو خنت آية دوضا نقول المام نعم نعم أذان كانوا كان شيء أذان كلابات و أذان كقوات ولا سكون كرا عم تل لما أذان كقوات يورو أذان قوات ومجر لكن ما حق أذان قوات لا تري وهذا ما عرفت إسلام في أذان كهرة هي أذان كلابات كان لابات على هذا يا وحاء يجيب له صحور نعم هذا كبار 50 آية ذم كل آية وقياسه من باب قياسه وتقريبه والقصة دوي إن إلا كنت آية لك آخر كر أذانك أجر لكن هذه ساعة ولا حيس ربع ساعة نص ساعة ولا حيو أفرت دقيقة ولا حيس لا بس وحاسه قال أذانك أقول لك كرتاه وأسكت وتخديري أردت على الشيء ده كنت آية نعم حديث كلو شيخ وقال أسألنا عن حديث عائشة أم سلمة عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. مسألة ده مسألة وين وقال يا وأنا الشعار أفضل صنعوي أهل الصناع الشعار أوي أنك حاس كم خو خبو وحلا يا با أن حاس كيسي أصين سقط تغان جمع عادي أسقط تغان موس قصي هذا مرق أصير هذا سحور وسوق عيسى أو أذان في الفجر كي كوكالي أسوق جنابة قبا حاس كيو جنابة قبت أذان كلو أدني صنكو ذو مجرى صنكو ذو أجنها شعار مجرى شعار كليه طفك أن جنابة كجرى وصن أن فجر كل شيء ما أنت فجر كيد كل شيء صن كيس وجبة يا غبا أنا ما أهلا أنا جوا صوم كرنا صن كوا مجرى بس خوفك الصلاة دي وقبل سنة صلاة الفجر وتكونا صلاة الفجر ولا غربا إلا قبل واجب وكويه هم حيا لما متكون كراسو جنابة كقبل سنة قبل السيد وكله نعم وحالا ميدا عكسي ان قبر ايات ايك خبيستي وحي تري ما بير صنكا بلابا ايك واكاد ما صنكا بلا نظيف وعدات ولم خبيس الله مركب حي يصير هدو فجرك انت هتسوك عينات اسكلاب بيحي ساحر ام هو يقول الله ده وحي تري فجرك انت على قارب ان صنكا نيستي صنكا هذي ان بير صنكا وقوة انستي لكن جنابه كم خبيساني هردا على تكتير صلاة الفجر يسوق على ولا أدمي أدمك أدمك ولا أدميتني تبدأ مصوم مصوم كذا مجرح ها صوم كذا واجرع قبائس كجناب هذا صلاة دوك حرة ما نصوم كم كحرة ساسوا معنى هذا حديث كان عدينا مر عن عائشة رضي الله عنها لا كره أبو مسلم عن عائشة أبو مسلم لا كره النقضي رضي الله عنهما لا كره النقضي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نبي جناح يذكر كيسا هاتي كوحي وحي راهين كان وحوها يدركه إنها لا شو الفجر فجر كقول لجري نبي صلاة الفجر الدماء وهو جنوبا نبي جناب قبر من أهل أهل كيس قبر معنى هذا كيس وجنابك أها ثم يغتسل ويصوم نبي قبيسنا الفجر كنت كنا صلاة ويصوم إن لك فجر كنت كنا عاي أزو جناب قبر أي ذنك ما أنت يقول لنا يس فجر صنق حديث كان وعدي يا مرد انكسو قلاف قد عاي أن قول أبو هرير لقصو وريها جرى نعم حديث كحافظ كفتح وكوشة جاي الصيام يصح جنوبا وعوان وقول جاي باب كاس الصيام يصح جنوبا نعم أبا هرير كان يحليل وحليه جري من احتلم منكر يوضع وعلم باحتلامه وقال إنه احتلامه ولم يغتسل وأن قبيسا حتى يصبح وواي وكبريو فلا يصوم صوم يحليه جري قول كاس لك والغرر دي أبو هذا نعم ومن أصبح جنوبا فلا صوم له ساس ولا يجري لكن قال وياه قاركود حليه وابكنا قيار انتاس مرك حديث كان لوش عائشة لأن مسألة جنوب يا واكر نبي حس كيس واكر إنه جناب فجر وكل شيء الصحابة كله يمركو راوي راوي كانوا مسألة مركز حديث الأول رجع وحكمله حديث كان إنك صوري هذا واقع هذا وجوه أصدق حدث كاس وجوه حديث كيس لقى هذا نايا حديث أبي رافع وقال ميمونة وحليه النبي عليه الصلاة والسلام وحو قرصدي حلو قرصدي مكة مركو حج كي أما هذي أيو ميمونة قرصدي حديث قالوا حل هذا وحليه وأنا وحور واسطنا وها حديث قال أجر الله ميمونة نبي أصو إحرام وطو قرصدي حديث قال لك تقام حد عكن وحلو قلت لك إن كان حليه أنا جاب أكل دبقى ذاي أنا جاب أكل دبقى ذاي ويري هذا مركة حديث وصفر إيو وحدي قبل ما أتمنى من إنقار كاس أن صفر كل سوء النبي يسوي ريان لكن علي يرجع سفر النبي مركز مسافر جل سوي ريان حديث كذا القاضي ما حد إني كله جوا اللي النبي عليه الصلاة والسلام تنا على ميد مرك أريمه جنابة دي أريمه جرو خد عدا ويفرش جوجل كده أحد عن السحاب وقان كروح وقان وما أتمنى من إنقار كان أيها سوي ريان أيها أم سلم عائشة عليه كان وروح النبي عليه الصلاة والسلام كل فجر وهو جنب من أهله أيها ده هاي نعم حديث البخاري مسلم وجرى وقصونا كان كلام في سنة كيز معهم لكن وعلي وأبي هرير وكان قي قول كان قوي أصحاب أصحابيات كشيء معايا واقع هذه اللي نولي وعدد إيجا للنول وأرنتاس وكذا نويين أصحاب تكلم نعم مثلا حديث ذل الرجحيو عبد الله بن عمر عائشة أرنت وقبصة قبلها مركي أي تنت وقلام انتهي مركي حيث كخبي سنة يان هذا تنت قدام انتهي إن تنت مفرفرة يعني عبد الله بن عمر وفرفرة يعني تنت طبعا قبر جنابه مخصوص إنه مكدعه عائشة لو شيء وحيد تري مو قبلها يرى ماذا حيث لو مسكت لا يتري
الميت وما فورا يعني يقو فوران مركا علماء واحد جمعية لا بدأ قول عين هدي وين تاد ضبط يقلان كدو وين هاي طبعا إن فرط ما كرل بيها كده شو بقى يعني جيل ليس جودة هدي لك أشيله يعني فرط أو أنا أحسن نعم لأن وحرر بتعميم ما بدن كده إلا جاسيا طبعا نعم حديث كان مركو فوق هذا الناس وافقين يعني اجماع وان لقاته نعم مركو ولذلك مركو يعني وهو جنب من اهله وحميش كسر يعني لي ازاله الاحتمال يمكن ان يكون سببا لصحه الصوم نعم ان تصان ولذلك مساله احترامك تجد اهلك وتكتي ايموت انك لقاه ولذلك اي مركو يجي هو جنب من اهله معناها نبي مر يوني اهل كيس وجماعه معناه جنوب تلك كتمت تعطي وضعا معناه حديث ابي هريره لكن هي رياض وخليل ما نعدي حتى دي منك الرياض اصوت جيف مالتي من كتم ازون كيس مجبال اصوت جيف من كتم ازون كيس مجبال نعم لك اصوت سوق سوبر ماركت مره وحفي في فيرسي كي ما نقاروا مركز جبال نعم طيب ولذلك ايضا وحي الدليل ايه القران الى ان احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم اليوم لذلك لازم كان عليها الكاميرا بعد اصوليه عليهم هذه نيك لو بني حاس كيس اولير احل لكم ليله الصيام الرفث وحاس كي انا اقول موتان اني لبني مركي ليل الموتان وحكى لازم كسته نيك نجون نخكر عيل هبيك وديريا نيك عصر حاس كيس وتقى باذان كون عدو بس وقاد عصر حواش كجر معايا الولود مني هاش انه هبيك قال اذا قمنا يسال ليه وحكى لازم يزو حتى واحد تجون نقضه انه صون كيس اوجر وقبس لي على قرب على على قرب نعم مرق حديث كاسنا كاس ايو اصغنا وكاني ان هبت عمرك هدا نعم حديث كان كل زين حديث كان شيخ نيك سونغ الى ابو الله كان كل زين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.